سائق مهني في محطة ولاد الزيان، في حضيرة ولاد الزيان. هذه راه حضيرة ولاد الزيان 30 سنة هذه. غادي نجي نشوفوا هاد الزبالة هادي، نجي نشوفوا الخدمة ديال هاد الناس ديال هاد الإدارة الجديدة اللي شدات هاد الزبالة هادي. لا تقييم لا بيبان، باقي كلشي، الطلابة لداخل، كلشي خدام باقي لداخل، الزبالة باقا هي هي. دخل داخل وشوف هاد الحالة هادي، 1000% مضرين دابا. والوباء كاين، هاد الناس اللي كتسافر دابا على قبل الناس كاينين الخطافة وكاينين شي لوبيات كينهبوا فيهم، كيديو فيهم ب 400 درهم 200 كيلومتر كيركب ب 400 درهم، أما كار دابا راه كيديها ب 60 درهم 80 درهم. 80 درهم وكياخذ جوج بلايص مواطن، وكياخذ جوج بلايص. شكون مضرور؟ راه المواطن نقال نقال، ومن غير نقال نقال لا ماكلة اليوم ياكل غدا. حنا عادي عوابع، حنا مساهمين في لا شي غيله لا مالي الكيران لا كلشي. والوسخ راه كيوسخونا به باننا راه حنا موسخين، حنا نقيين قدام في النقل. وخير ميتا داخل المحطه قدام كيفنا كيف دوك النقاله الاولين. حنا فاش كيكون الوسخ في المحطه كنخويوها، ما كندوروش وما كنقطعوش الفياجور ب 300 درهم و 400 درهم، ما كنكونوش في المحطه حنا. حنا كنزيدوا لازمنا نزيدوا 10 درهم ولا 15 درهم اللي كان عطاني الوالي ديال الدار البيضاء في نهار حلت المحطه. خويا لا تقيم لا والو، الا طاح شي واحد في المحطه، الا طاح شي واحد في المحطه راه كلشي غيمشي هادشي كامل. دخلوا لداخل شوف الزباله راه كاينه لداخل، راه الزباله راه حاضره هذه ماشي محطه هذه. ثمن عادي، ثمن مزيان، وهذا بيع والبلايص ما كاينينش. عواد الله خدامه المحطه، الفواياجور كيصحبوا المحطه ما خداماش، المحطه راه خدامه، كاع اتجاهات خدامين. اي اتجاه خدام، اي اتجاه وثمن مناسب. خلينا من الهضره ديال الفيسبوك، راه اشاعات، هذاك اشاعات ديال نهار 27 نهار 7 كاين والو. واخا بنادم خدام كيصيد كاع بزاف وهانيه، البادرون صابرين، البادرون اصحاب ساكن صابرين. الله يرحم والديك. ماشي بنادم يقول لك لا الثمن، ثمن عادي كيشد جبليس، شحال كيقطع؟ 80 درهم 90 درهم مراكش. ثمن مناسب، راه شاد جبليس ديالو، والفواياجور ما كاين جاب خالعين وصح. حنا كسائقين راكم كيف ما تعرفوا 4 شهور وحنا باركين وطالعين في 5 شهور، واخا حاليا حنا دابا كنزاولوا المهنه ولكن المسافرين قلال. يعني انا دابا الخط اللي كندير انا دابا حتى ديك 75% ما كنديوهاش، يعني كنمشيو بواحد تقريبا 14 بلاصه وكنجيبوا 20 بلاصه مني. يعني حتى ديك الاجره ديالنا حنا ما كتشيطش لينا، يعني حاسين براسنا حنا باركين. يعني واخا كان يعني صنفوا العمل ديالهم، يعني حنا ما خدامينش. ومن ناحية المسافرين راه قلال، يعني ما كاينش المسافرين. يعني بالنسبة للديبار ديالنا الساعة الله روب يلاه تجمع في هذيك 12 بلاصة 14، يعني ما كافياش. حنا التعقيم موجود في الحافلة، يعني اللوازم ديال الصحة وداك الشيء اللي هي وفرته الوزارة علينا حنا موفرينه. يعني كاين التعقيم، كاين الكمامة، دفتر التحملات ملزم. غير دابا المسافرين ما قلال. بالنا حنا المشاكل اللي كنا كنعيشوا هي كان موقف لنا الترونسبور ما كانش خدام. حاليا دابا يلا تواجه الترونسبور، فاش تطلق الترونسبور بدا خدام، لي فواياجور ما كاينينش. يعني لي فواياجور والو ما كاينش، هذيك 25% اللي طالبين لنا حنايا ما كايناش كاع، الكار ما كيهزاش، كنهزو النص ديال الكار وما كاينش البلايص. تفهمشي بحال الكليان ما كاينينش. من ناحيه المحطه راه انت كتشوف كي دايره حاليا، فاش تحلات تحلات نقيه ومقاده. دابا حاليا راه هملوها الناس اللي خدامين ديال الجامعه اللي شادين المحطه، هما اللي هملوها، ما بقاوش كينظفوها، ما كاينش عندهم رجال النظافه كاع هنا في المحطه. عندهم رجال ديال السكيريتي اللي واقفين في البيبان، ولكن رجال النظافه راه ما عندهم. بالنسبه للزياده خويا راه ما كايناش شي زياده كثيره، انا نقول لك اللي كاين من صالح دابا من صالح المواطن راه ما عندوش شي زياده كثيره. راه مثلا انا كيمشي مريح بجوج بلايص 100 درهم من هنا حتى لمراكش، مراكش الدار البيضاء في ايام العاديه كنقطعوا لها ب 60 درهم. دابا حنا كيمشي مريح بجوج بلايص، كيمشي مريح فيهم 100 درهم، الكار هو اللي مضرور ماشي الفواياجور اللي مضرور. البواياجور بالنسبه لي راه راكب مزيان، هادشي اللي كاين. دابا اللي كيبقى مضرور دابا حاليا هو السائق، وداك المعاون ديال السائق ما كياخذوش الاجره ديالهم الكافيه، هذا هو اللي كاين. ومول الكارت هو مع ذلك راه كيبقى مضرور، راه ما داخلاش ليه هذاك الرزق ديالو اللي كيدخل ليه، راه ما داخلش ليه. راه يلاه كيتعاون على المازوط وعلى السير ديال لاسورانس وهذيك المسائل ديال الكريمه اللي كاريو، هادشي اللي كاين. خويا جينا حنا من تطوان، لقينا الثمن زايد شويه، واحد 30 درهم ولا 40 درهم نظرا لهادشي ديال كورونا. ما جينا هادشي عام بحال ما كايناش كورونا، ما فهمنا والو. خويا عندنا ما ندير، كورونا وهادشي شي طاري في العالم كامل، ماشي عندنا حنايا، ماشي مشكل. جبت واحد السخيره بغيت نسيف طنجة،
اي في هذيك المسائل ديال العيد دوك التوابل وداك الشيء اللي كنديروا حنا صحراوه ايوا كنصوبوه في زقرو وكنصيفطوه لطنجة العائلة صيفطوا لا 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 الله يعمرها دار تعاملوا معنا بخير وعلى خير. جبت الصخرة سولت في السيد اللي غادي نعطيه لقيته في الكار. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك العواشر الله يبارك فيك. عافاك بغيت هاد الصخرة نوصلها لطنجة. قال لي انا بلاصة. قلت لي المحطة انا غنعيط اللي غيتلقى ليها. قال لي اهلا وسهلا مرحبا. جبت شي بركة قلت لي بسم الله. قال لي لا 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 داك الشيء صخيرة كي والو.